هو خالد خلانا من حلالنا شيء عشان نقدر نأثث بيوتنا؟ خالد ماكلن كل شيء، ما خلالنا شيء نبت. وهاللي تشوف ذا من ذا النعم وهالفرش ترى من حلالنا. محسن شلحتي ترى مو بوقته. وهذا وقته. إذا أنت تبي يلعب عليك أخوك بصرك، لكن أنا لا، أبا أخذ حقي قرش قرش. مش ملاك أنت، لا يلعب عليك بس الطائر عيونك علينا. محسن وش الحكي اللي نسمع؟ أنت بينا ناكل ولا نقوم من غدانا الحين؟ ليش أمشي أخو خالد؟ ليش أمشي أخوي الحين ذا؟ ما يخالف ما يخالف، اصبر شوي اصبر شوي. أخوك اقعد اقعد. أقول اسكت، أنا ما جيت هنا عشان أكل، أنا متعني يا جاي عشان أقول الكلام اللي أقوله. ذا الأكل وذا الطعام اللي تشوفونه ترى سعت مال أيتام، مال أمي ومال أختي سارة. اذنب اللي ما يحفظك مضي، يلا مشينا.